والله يا ابني احنا بنشتري الراجل، احنا مش عايزين حد لبنتنا غير راجل. طيب بص يا عمو، انا مش معايا غير دبله بس، بس انا ابن ناس، انا ابن اصول، انا كويس، انا محترم، وهصون بنتك اوعدك، وانا بحبها وهي بتحبني، فبعد اذنك ممكن نتجوز بدبله. لا مش هينفع والله يا حبيبي، بنت خالتها عامله 110، لسه جاي لها عريس امبارح دافع 110، وانا بنتي مش هتبقى اقل من 110، بنتي 115 ماكسيمم مينيمم. عايز حاجه اقل من 100، بنت الجيران لسه سالين على 90 دلوقتي عامله 100,000، فتقدر تروح تخطب بنت الجيران. انا لكن انا بنتي لا والله العظيم، انا مسعرها اول امبارح وعارف، معلش بقت بيع وشروه، ده اتجاه بيع وشروه. ليه؟ لان ممكن بنتنا تتجوز واحد غني ومقتدر ماديا، بس يمسيها بعلقه ويصبحها بعلقه، ده مش عايزينه، احنا عايزين ابن الاصول اللي هي بتحبه وهو بيحبها، بس يبنوا نفسهم مع بعض. لكن حضرتك يا عمو لما جيت اتجوزت مرات عمو، انت متجوزه بربع جنيه عشان بس نفتكر مع بعض، انت متجوزه بربع جنيه وخشبتين عملتهم كنبه وحطيتوا عليهم مرتبه وشكرا، قضيت الجوازه واتجوزت. ليه بقى؟ الاهل ما تسهلش الدنيا. انت قادر تجيب ايه يا حبيبي؟ والله يا عمو انا مش قادره الا غير ان انا اجيب لها دبله، غير ان انا اجيب حاجات، بس الحاجات اللي هي البسيطه دي، وهي تقول لك خلاص يا حبيبي انا مش قادره اجيب حلال، انا مش قادره اجيب بايركس، انا مش قادره اجيب 50 حله و70 طبق ما حدش هيطفح فيهم اصلا، ونمشي الدنيا. مش قادر اعمل قاعه، خلاص يا حبيبي مش مشكله نعملها في البيت مع الأسرة وخلصت الجوازة. ليه بنصعب الدنيا؟ ليه أجيب نيش؟ ليه أجيب نيش؟ يعني إيه نيش؟ إيه الخشبة دي اللي أثبتت لي نفسها في قلب البيت؟ هم خشبتين متمسمرين محطوط فيهم طبق وكاس وشكرا، وممنوع مكتوب عليها ممنوع الاقتراب أو التصوير، لازمته إيه في البيت؟ ليه أجيبه؟ ليه أدفع فلوس فيه؟ هتطلع لي واحدة دلوقتي وتقول لي لا يا حبيبتي، سألوه مالك معززة ومعليها، قال لهم أصل دافع دم قلبي فيها. هو أنت غسالة؟ هو انت غساله خايف عليها ان هي تبوظ عشان خاطر هو دافع فلوس؟ انت بني ادمه، انت انسانه يا روحي، انت انسانه. احنا عايزين يقول مالك معززها ومعليها، اصل هي بنت اصول، اصل انا بحبها، لكن بلاش ان الماده تحكمنا. والله العظيم الناس زمان فعليا كانت لطيفه، كانوا بيتجوزوا بدبلتين وموبايل، يروح عند الجواهرجي يلبسها الدبله في صباعها ويروح على محل التليفون التاني يوم يجيب لها هديه تليفون 3310، تفضل البنت تلعب على التعبان ليل نهار، وكانت ضحكتها بتبقى منوره من هنا لهنا وعادي، والجوازه بتمشي وصباح الفل عادي. لكن دلوقتي اصل انا مش اقل من سهى، اصل انا مش اقل من نهى. اقل من سهى ونهى ايه يا حبيبتي؟ ده انت بيخلوكي تنامي عشان ياكلوا سندوتش الجبنه اللي بتاعك اللي في الثلاجه. ايه صحيح حته ان انت اللي سايب يبقى مش هتاخد شبكتك دي؟ ايه ده سارق محل موبايلات عشان يجيب لك الدبلتين اللي انت طافحاهم في ايدك دول؟ يبقى ليه تاخديهم؟ مش بتوعك. اي حد بيدخل مشروع بيسيب اللي ليه واللي عليه لما يجوا يفركشوا، ما تسيبيه في شبكه. هو إيه؟ مش هتاخد شبكتك، انت اللي سايبني. لا حبيبتي رجع الشبكه، رجع الشبكه، رجع الشبكه، رجع الشبكه، ما تبقيش نتنا، مش بتاعتك، مش بتاعتك، تطفحيها بالسيب من الهاري لو خدت الشبكه بتاعته، لو خدت الشبكه خلاص سابك، قرفان منك، مش طايقك يا حبيبتي. لو انت مثلا مش كويسه، ده بعض البنات اللي ما بترجعش عشان بس ما تمسكوش في الكلمه. ايه رجع الشبكه.